هلا ميسان، وصلنا لمحطتنا الصحية لليوم يلي رح نحكي فيها عن مشكلة بتهم الكل. فكل ما تقدم الإنسان بالعمر بتنخفض كتير من وظائف جسمه، ومنها انخفاض الاستفادة من المواد النشوية، ومن ثم انخفاض سرعة تحويل سكر الجلوكوز إلى طاقة. وتراكم أيضا السكر بالدم مسببا كثير من الأمراض، بجانب زيادة الوزن، السمنة والسكري وضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض سرطانية. كل هالمشاكل الصحية يلي بتؤدي للسمنة أو السمنة بتكون سبب إلها هي موضوع حديثنا اليوم مع دكتور زياد زودي، استشاري غدد سم وسكري. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور. خليلي اياك. اليوم طبعا موضوعنا عن الغداء. خلينا بالبداية نتعرف، امتى بنعتبر الوزن الزايد هو سمنة وبيسبب مشاكل؟ سالي، نحن في عنا عم ناكل، عنا الاكل محتوي على البروتينات، على النشويات وعلى الدهنيات. اذا كانت الطاقه اللي كنا عم نعرف فيها هي اللي عم ناخدها اكثر من الطاقه اللي عم نحرقها، معناتها في عنا شيء عم يتراكم بالانسجه الشحميه تبعنا، وبالتالي عم يزيد وزننا. هلا في معايير لزياده الوزن، افضل معيار هو بنسميه البي ام اي، البادي ماس اندكس، مؤشر كتله الجسم. كيف بنحسبه؟ بنقسم الوزن، بس بده يكون الوزن بالكيلوغرام، على مربع الطول. يعني انا مثلا طولي متر و78 بالمتر، مو بالسنتيمتر، ما بنقول 178، بنقول 1.78 ضرب 1.78. بنقسم الكيلو 78 كيلو على 1.78 ضرب 1.78، بيطلع رقم معين. القيمة الطبيعية لازم تكون تحت ال 25، تمام؟ مؤشر كتلة الجسم البي ام اي. إذا كانت بين ال 25 و 30 عندنا زيادة وزن خفيفة، بين 30 و 35 زيادة وزن متوسطة، بين ال 35 و 40 زيادة وزن مفرط شديدة، إذا أكثر من ال 40 عندنا زيادة وزن كتير كبيرة. مشان هيك كتير مهم نعرف لكل شخص مؤشر كتلة الجسم، وهي ما بتصير عند الأطفال ولا عند الحوامل. يعني هذا المؤشر كتلة الجسم لا ينطبق على الأطفال وعلى الحوامل، هذا بينطبق على الأشخاص الكبار. بالبداية حكينا عن أمراض وعوامل معينة يمكن هي بتكون بتصير مع الإنسان نتيجة السمنة، أو أحيانا بيقولوا يمكن العكس. شو دور هاي العوامل فعلا بزيادة الوزن؟ في عوامل ميسان وراثية. نحن بمورثاتنا من وقت ما بنولد مبرمجين يصير معنا شيء بالمستقبل من وقت ما بنولد، بس نمط الحياة بيلعب دور كتير مهم انه نعجل او نأخر كتير الشيء اللي بده يصير. مثلا نمط الاكل، طريقة الاكل، نوع الاكل وليس كمية الاكل بتلعب دور كتير كبير. لألكم شغلة كتير بسيطة لكل مشاهدينا عبر الإخبارية، نحن كباية عصير جاهز مع قطعة شوكولا صغيرة فيها 500 سعرة حرورية، نحن بنعرف الطاقة بالسعرات الحرورية. نحن كاسة عصير جاهز مع قطعة شوكولا صغيرة فيها 500 سعرة حرورية، معناتها نحن دكتور أنا بركض مثلا نص ساعة بروح لي شيء 200 سعرة حرورية، بيجي بشرب كباية عصير مع قطعة شوكولا أخذت ضعف ما. كتير مهم، معناتها الأكل بيلعب دور كتير مهم. العامل النفسي، نحن بتكون متضايقين مانا مرتاحين، شو بنفش خلقنا؟ بالاكل. بالاكل. وما بنعرف شو بناكل، يعني بناكل اكلات ما فيها، وكثير مهم وقت بدنا ناكل نمضغ الطعام بشكل جيد وناكل على مهلنا، لانه نحن مركز الشهيه بيتاثر وقت بنلتهم كميه كبيره من الطعام وبسرعه مركز الشهيه ما يعني. دكتور هيدي معلومه لازم الكل يسمعها ويركز عليها، هي يمكن ما بينتبهوا لها، هي مضغ الطعام على الحياه السريعه يمكن تماماً. انه ما عاد صار حدا قادر يقعد يمضغ الاكل بيبلع بسرعه، يعني بيبلع بسرعه. هلا الوجبات السريعه اللي هي مثل الاكل السريع الفاست فود كثير سيئه، المقالي كثير سيئه. هلا كل العالم تعرف سيئه بس ما حدا انسان البتنجان الوسط فيها 50 سعرة حرورية، إذا قليناها بصير فيها قديش؟ 500، يعني انضرب 10 مرات، من 50 ل 500 10 مرات، يعني كثير المقالي بتزيد. لا، في شغلة مهمة كثير، نحن كل ما زاد الوزن،
كل ما صار في عندنا مشاكل صحيه اكثر. هلا بنقول شو المشاكل الصحيه ناجمه عن زياده الوزن. اكثر المشاكل اللي بتصير هي امراض القلب والشرايين والسكتات القلبيه والموت المفاجئ بعيد الشر عن كل مشاهدينا. اكيد. وكل ما كان زياده الوزن بعمر باكر اكثر، مرحله الطفوله، مرحله المراهقه والشباب الباكر، كل ما كان احتمال الاصابه هو اكبر. يقولي هي اراده رب العالمين، اكيد لا، يعقل وتوكل. أكيد. اكيد رب العالمين ما بده هيك. نحن كثير مهم نمط حياتنا، هو بيلعب دور كثير، يعني كثير اساسي نمط الحياه. نحن قلنا الاكل، العامل النفسي، في عنا بعض الغدد اللي بتفرز هرمونات لها تاثير بزياده الوزن، مثلا الغده الدرقيه نحكي عنها بحلقات مستقبليه قديش مهمه افرازها يكون طبيعي، ولازم نتحرى عن عمل الغده الدرقيه باجراء التي اس اتش بالايام الاولى من حياه الوليد. لازم بالعشر ايام الاولى نتحرى عن عمل التي اس اتش عن كل وليد بغض النظر اذا في عند امه ولا ما في عند امه ولا عند ابوه في مشكله بالغده الدرقيه. اوكي. في عندنا غده فوق الكليه اسمها الغده الكظريه. في عندنا القشره الغده الكظريه بيفرز ثلاث انواع من الهرمونات، منهم الكورتيزول يلي بنعرفه كثير، وفي عندنا اللب يلي بيفرز الادرينالين وهرمونات الشده النفسيه. هلا الكورتيزول موجود بشكل حبوب، كمان ادويه، موجود بشكل مراهم، موجود بشكل بخاخات، وأصير في ربو عند نصفه نحن، بس بنعطيه لفترات معينه بيرتاحوا عليه المرضى، بصيروا بياخذون هذا بخاخ ما رح يفوت على الجزء، او المرهم، المرهم يمتص مثله مثل اي، يعني اذا عندنا حساسيه وصفنا المرهم ما لازم نكرره بشكل تلقائي. لازم طبيبنا هو يقلنا نحن في عندنا مشكله ببلادنا انه الوصفه الطبيه فينا نكررها بدون استشاره طبيبنا. استشاره الطبيب، نعم. هي كثير مهمه انه ما ناخذ ادويه بدون استشاره الطبيب. كورتيزون كان اكتشافه ثوره كثير كبيره، بس اخذه بشكل اعتباطي كثير بيأثر بشكل سلبي، غير انه بيأثر على العظم. هرمونات الشده النفسيه مثلا العصائر اللي بتحوي، العصائر اللي هي الكولا والبيبسي وال اللي فيها مواد حافظه، المشروبات الغازيه، مو بس مواد الحافظه سالي، نحن بتزيد افراز الادرينالين، والنور ادرينالين هي هرمونات الشده النفسيه، عشان هيك نحن وقت نرتعب وقت نخاف بصير طلقات قلبنا بتزيد، ضغطنا بيرتفع، بصير شعرنا بيوقف، هي كلها لانه نحن متضايقين. هي هرمونات الشده النفسيه بتطلع من الغده يلي قلب الغده الكظريه، هي بتزيد بالمنبهات، منبهات قهوه وشاي ومته وكولا ودخان وارجيله. انا دكتور ما بدخن بس بارجل. نفس الارجيله بيعادل قديش يا باكيتين؟ باكيتين. يعني هي شائعه. شو بدي انا بدي اتسلى؟ اتسلى بالارجيله. جاني امبارح شب على العياده بياخذ العائل بالشكل وبالهيك، صوته مبحوح، طالع له بوليب بين الحبال الصوتيه بسبب، وهذا ممكن يتحول لشيء ما منيح. نحن بنعرف انه قديش شغله سيئه. هلا زياده الوزن بتاثر بشكل سلبي، بتعمل احتمال يصير في عندنا سرطانات بالكولون عند الناس اللي عنده زياده وزن اكثر. السكري نحن بنعرف انه كل خليه من الخلايا عليها مواد تستقبل هرمون الانسولين، بنسميها مستقبلات. نعم. بس كميه هالمواد ثابته، هالمستقبلات عددها ثابت، بس تكبر، بس تضخم الخليه عم تسمن، كبرت عدد المستقبلات نفسها ما كتروا، صار ما تقدر تستقبل الانسولين، بالتالي رح يضل السكر برات الخلايا ويزيد نسبته بالدم، بصير في عنا سكري. وعم بصير في عنا سكري العمر صغير. يعني هي تفاصيل كلياتها العالم ما بتنتبه عليها، لكن هي أساسية. يعني العادات الصحية اليومية بكل تفاصيلها هي اللي بتساعد لزيادة الوزن وبالتالي لأمراض ومشاكل صحية الإنسان بيغنى عنها. بيأثر على المفاصل. نعم. ما عاد نقدر نمشي لأنه مفاصلنا زيادة الوزن. صح. بيأثر على الأربطة، بصير في عنا ثنيات بالجلد بسبب زيادة الوزن، والثنيات بصير التهابات بقلبها فطرية وبكتيرية. كثير بنشوف عند ناس عندهم زياده وزن.
في عندهم نوع من دكتور، بس ذكرت موضوع احيانا انه عن جد عند الاشخاص بيكون في عندهم وراثه، يعني في سمنه بالعائله، طيب هي الاشخاص كيف بيقدروا يحاربوا هالموضوع؟ كيف بيقدروا يتلافوا الموضوع الوراثي اللي هو موجود؟ ميسان، احنا نمط حياتنا كل ما علمنا اولادنا كثير مهم نعلمهم يدرسوا بمدارس كثير ظريفه، نعلمهم موسيقى، نعلمهم رياضه، بس كمان نعلمهم كيف ياكلوا. ما يقعدوا قدام التلفزيون ويحطوا قدام هالمكسرات كميه صغيره، النيه كثير مفيده، بس المكسرات هي المالحه والبوشار والشيبس، اكياس الشيبس هي الجامبو، صارت بتجي بيجوا لعنا على العياده، بطلع انا من الكاميرا بغرفه الانتظار كل طفل حامل كيس شيبس قده وعم ياكل، هي عم تعطي سعرات حراريه بكميه كبيره من مواد حافظه كبيره. المعلبات بكل انواعها سيئه جدا جدا، فيها مواد حافظه اليوم مواد الحافظه، وبقلبها في سعرات حراريه كثير كبيره. الاجبان اللي بتندهن المربعه والمدوره شو ما كان اسمها، والاجبان المطبوخه بدنا نعتمد على الاجبان البيضاء كلها. نحن مو معناتها اذا مبرمجين وقت ما بنولد معناتها اجبار بده يصير في عنا شيء، تلاقي بنفس العيله الاخ والاخت عندهم زياده وزن، في واحد منهم او وحده منهم منتبه لحالها، عم تعمل رياضه، عم تعرف شو بدها تاكل، وزنها وشكلها بياخذ العقل. يعني مو نحن خلص انه هيك بده يصير ولازم يصير، نحن مبرمجين، بس في احتمال كبير انه هالبرمجه نغيرها وناخرها كثير كثير ما تصير حتى. يعني دكتور مثل ما حكيت الغدد هي عنصر اساسي بزياده الوزن، واحيانا بنقصانه كمان، يعني غير زياده الوزن. طبيعه الاكل اللي حكيت عنها انه يبتعدوا عن الكونسيرفا، يبتعدوا عن الاشياء اللي فيها مواد حافظه، قديش الغذاء هو له دور بالعلاج اكثر من العلاج؟ يعني خلينا نحكي عن دور الغذاء في العلاج، هو احسن من الادويه اللي راح ياخذها. نحن سالي دائما بنقول وبنكرر، كنت بمؤتمر عالمي مؤخرا بأتينا وكانوا عم بيقولوا انه النظام الغذائي الصحي للبحر الابيض المتوسط هو الانجع والافضل عالميا لصحتنا. زيت الزيتون، تبوله، طبق قديش مهم، تبوله فيها بقدونس، فيها نعناع اخضر وبصل اخضر، مين ما بيحب التبوله؟ بدنا شو ما كان اكلنا بنحط صحن تبوله كبير قبل الاكل وبناكله مع الخس، ناكله مع هلا ايام الورق العنب، مع الورق العنب، مع الملفوف، بعدين بنعمل من التبوله يوم كام كوساي يا لونجي، يوم كام باذنجان يا لونجي، يوم كام نلف كام ورق سلق يا لونجي، بعدين بنحط الطبق الرئيسي. اكلنا ثلثين الوجبه خضار نيه ومطبوخه تعبت معدتنا، انه في بدي اقول على شغله كثير مهمه. هلا بدنا نحكي على العلاج وعلى الادويه وعلى الاعشاب، بيعتمدوا على في منهم على السيراميك، على السينامكي وعلى العشرق، على اساس هي شغله عشبيه وامنه. عم نشوف حالة فيها أول شيء الأمعاء بتتعود، الأنبهية بتصير بتحرك الأمعاء وبتعمل إسهالات وبتروح شوارد من الجسم وبتأثر كتير بشكل سلبي على الأمعاء، وبتعمل أوقات ثقوب بالأمعاء وهي خطيرة جدا على الحياة. ليس كل شغلة عشبية آمنة، في أنواع من الفطور سامة وقاتلة. دكتور أنا عشب عم باخذ، ما عم باخذ شيء. وقت نحن في شغلة عشبية هي آمنة، بنعمل منها مستحضر طبي وبتكون مرخصة من وزارة الصحة أو عالميا. بس إذا جاء أي مستحضر لو بشكل حبوب وهو عشبي وفايت على البلد بشكل غير نظامي ما تاخدوه. هلا بالبلد في كتير حبوب صينية غير مرخصة قالوا هي آمنة عشبية وانتشرت بشكل كتير آمنة. كبير. هلا في حبوب بنعطيها نحن حتى تساعدنا، مثلا في رح نقول نحن على تركيبة الأورليستات. الأورليستات معروفة عالميا أنه بتساعد. شو بتساوي هاي الأورليستات؟ بتطرح 20% فقط من المواد الدسمة الموجودة بالأكل، بتعمل بصير في عنا الخروج زيتي، بيطلع بقعة زيتية، أول شيء غير أنه يعني مزعجة. شغلة إحنا في عنا فيتامينات منحلة بالدسم حتى تمتص. وقت نحن نطرح هالدسم هي الفيتامين A والفيتامين D والفيتامين E والفيتامين K اللي كتير مهمين للجسم، بس تنطرح هاي الفيتامينات عن طريق ناخذ الأورليستات بكميه كبيره 4 لـ6 حبات حتى تكون بين قوسين انه تساعدنا شوي، عم نطرح الفيتامينات يلي كتير مهمه لجسمنا، وبالتالي عم بصير في عندنا مشاكل اخرى، في عندنا ادويه بتاثر على مركز الشهيه، بعدت من السوق لانه بتعمل اكتئاب، بتعمل مشاكل كتير كبيره، بتعمل ارتفاع بالضغط. ما بصير ناخد اي دواء الا باشراف طبي وتحت متابعه طبيه.
هي كتير شغلة هامة. تمام. يعني دكتور شو هي المراحل الوقاية اللي فينا نقي جسمنا منه؟ سالي بدنا نعود أولادنا من هن وصغار على دائما الأولاد بيقلدوا الأم والأب بالبيت وبيقلدوا المعلمة والأستاذ بالمدرسة. بدنا نعلمهم كيف يأكلوا، نوع الأكل اللي بدنا نأكله، وكتير مهم. أنا دكتور ما بأكل غير وجبة واحدة بس بسمن. تعدد الوجبات أفضل بكتير من الوجبة الوحيدة، بس نأكل وجبة وحيدة ما بنعرف شو نأكل. أنا ما فيني إلا ما بدي أفطر، هلا مو جيت لعندكم بكير قمت أبكر من الوقت اللي هي وفطرت على قلبكم. كتير مهم وجبة الفطور، ما بيصير أبدا نقيم وجبة من وجباتنا، لازم نفطر ونتغدى ونتعشى. بكل وجبة من الوجبات يكون في خضار، يكون في فواكه، والفاكهة ما نقشرها ولا نعصرها. مثلا بدنا نعصر كباية برتقان، هي أكدنا 4-5 برتقانات، ومن الأرياف اللي هي كتير مفيدة، اللي هي بتكنس الأمعاء وبتساعد كتير جهاز الهضم يحتماسي في إمساك. نشرب مي كتير بين الوجبات وليس معلو، نبتعد عن العصائر. أنا لدلل أولادي ما أجيب لون على البيت والله أناني عصائر جاهزة وهيك، بدنا من وقت لوقت فينا نجيب لهم أنواع من الشوكولا وهيس، ما نجيب على البيت ونخزن بالبيت. هالشغله كتير مهمة، نعتمد على الفواكه بالبيت عم تكون هي الدسير تبعنا، وننوع بالفواكه ونحط عليها شوية مكسرات نية وندخلهم بنادي رياضة، ونطلع نعمل طقس. هلا صار حلو مثلا المسويات، نعمل شيء نشاط فيزيائي، نعلمهم على الرقص على الموسيقى، يعني كتير هي الشغلة مهمة. مثل ما قلنا ناكل على مهلنا، نمضغ الطعام بشكل جيد، كلها هي شغلات إيجابية. يعني هي أهم النصائح يلي بتوجهها لكل الأشخاص لحدا يمكن يعيشوا يكون جسمهم بصحة جيدة، وبالتالي هنا يبتعدوا مو بس عن السمنة. يعني هو السمنة مو بس شكل، هي الناس اللي بتفكر أنه أنا عاجبني حالي، لا بس أنت مو عارفان شو عم بيصير داخل جسمك من مشاكل تماماً. صحية يعني قديش بتأثر بشكل سلبي. هلأ نحن بنعرف أنه السمنة هي مرض وليس، نحن بنحب المعجعج بس، وخاصة من الطفل. بعدين كتير شغلة مهمة بينبسطوا عليه إذا كان هيك ميسان وسالي، بس الطفل من هو صغير يسمن الخلايا الشحمية كاسر وبتكبر، وقت يكبر كتير صعب ينزل وزنه. بقى نحن بصير منحشيه من هو صغير حتى يعجعجه، بس يكبر بده كتير يتعذب. تمام. دكتور بالنسبة للي بيكون عندهم مشاكل بالغدد، كيف شو هي آلية التعاطي؟ بما أنه حكينا أنه ممكن في أشخاص عندهم مشاكل بالغدد، شو آلية التعاطي مع موضوع السمنة؟ كيف بيتعاطوا معه يعني؟ نحن إذا كان عندنا مشكلة كسل بالغدة الدرقية نعطي دواء الغدة الدرقية عن طريق حبة نص حبة، منعاير TSH بعد ما بناخد الدواء بشهر حتى يصير الكمية اللي عم ناخدها مناسبة تماما. وبس يصير على الكمية ناخدها مناسبة صار مثلنا مثل أي شخص تاني، ما عاد الغدة إلى دور سلبي. إذا عنا غدة تانية هي تأثيرها عم يساعد على زيادة الوزن، كمان الإصلاح الخلل بيساعدنا. بدنا نبتعد مثل ما قلنا عن المراهم وعن البخاخات إلا تحت إشراف طبي حتى ما يكون في مصدر خارجي لزيادة الكورتيزول بالجسم. هلأ إذا في عنا زيادات وزن كبيرة أو إذا البي إم آي مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40، هون ما عاد ينفع الدواء، هون بدنا نلجأ للجراحة. أوقات بنعمل طي معدة، أوقات بنعمل تغيير المسار حتى الأكل ما يفوت على يعني جزء اللي يمتصه ينطرح أغلبه، بس وقتها هون بده يكون طبعاً طبيب الغدد دول بيحول للجراح، وبدنا نعطي من بعدها فيتامينات بشكل دائم لأنه ما عاد صار في امتصاص الفيتامينات. بس هي وقتها ما عاد يعني وقت ما يكون في عنا مجال نصلح. تمام دكتور، اليوم فدتنا بنصايح كتير كنا بنجهلها، وإن شاء الله مشاهدينا يكونوا استفادوا كمان منها. يعني موضوع كتير مهم وخصوصي زيادة الوزن يلي هلأ بالفترة الحالية كتير عم يعانوا منه كون الأغذية فيها هرمون. نتشكر وجودك معنا دكتور زياد استشاري غدة سم وسكري، ويسعد صباحك. يسعد صباحكم. شكرا كتير لك دكتور، وكل من عم يشوفنا عبر الإخبارية الحلوة. شكرا لك.